السلام عليكم زول فلاوان، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله يلقاكم الفيديو كامل بخير، ويكون نهاركم مهني وطيب بذكر الله وصلاة وسلام على رسول الله. ان شاء الله لا فيديو يكون يدفوكم بخير وعلى خير. اليوم راح نشارككم وصفة، وهذه الوصفة ديجا شاركتها معكم وطلبتوني نديرها بطريقة مفصلة، واليوم كتب ربي نشاركها معكم وبيان سور بالتفصيل وتاني على طريقتنا. ودوكا راح نبداو في الفيديو، ودونك راح نبداو في الوصفه. وصفه بالقبليه سموها صفوة النبذو، وبالعربيه والله ما نعرف كيفاش يسموها. اللي يعرف يقولوا لي في لي كومونتير. وهنايا كما تشوفوا المقادير اللي راح نستخدموها في هذه الوصفه. هنايا عندنا كيلو مونشتو، كيلو بطاطا، كيلو بصل، وهنايا عندنا رطل زوديه، وثلاثه حبات كورجيت، وهنايا عندنا زوج حبات فلفل طاشي. واللي يحب الفلفل الحار يستخدم الفلفل الحار. هنايا كان داري سي بور سا ما نستخدموش الفلفل الحار، ما نديروش الفلفل الحار. ودركا راح نبداو في التقطيع. وبيان سور قبل ما ننسى سميس المكون الاساسي الطعام، راح نستحقو كيلو طعام. وراح نبداو في التقطيع، وراح نقطعها ونولي لكم. راح نقطعهم كامل ونولي لكم باش نوري لكم كيفاش قطعتها. راح نقطعها دي بتي دي كاريات صغار، وراح نولي لكم كيفاش، راح نوري لكم كيفاش نستفها في الكسكس. وبيان سور قبل ما نروح راح نعاودها بالقبيليه. ذاكيا في حدا ينسى كيلو الفصل، كيلو البطاطا، كيلو المونشتو، ذاكي ينسى أرض جنزودية، زيت الكورجيت، زيت الكورجيتين، سنة فلفلين، دونك زعما تطاشيين، زعما تستخدمهم في فلفل قرحان، خاطر كوني شغل لاني كوردا صافو ولا مشيت نستخدم فلفل قرحان، ونحمجني فلفل قرحان السيارة في السيارة كنا يا خير. ثورة غاتكزمو كليه. تو تيزمو تيزمو كلي يا برا دوغاج، او بيان سور بلا ما نتو سيكسيون نتاع ليسونسييل فيغي نتاع ليسونسييل الطبق قلنا. ايه هي في حدا تيزمو كلي دي بتي دي دو على غونفوت. او بيان سور حبيبتي هذه المقادير تاع عائله كبيره، تاع عائله كبيره في حدا لا كوانتيتي كي توشل فام قرانت صافي. كون مثلي زعما مثوك قسموا المقادير على زوج باش تجي لعائله صغيره. ودركا راح كيما تشوفوا قبلت، كيما تشوفوا المقادير راني قطعتهم. شوفوا كيفاش قطعتهم دي صغار، كامل المقادير قطعتهم بنفس صف البصل. البصل قطعته مليح ليسونسييل. ودركا راح نوري لكم كيفاش نستفهم هنايا في الكسكس هذا. راح نبدا بزروديه، راح نستفهم على حسب كيفاش يطيبوا الاولين. راح نبدا بزروديه ونزيد مونشتو لوبيا الخضراء، هذا نوع مونشتو يجي سمعي كنستعمل الماء باش ندير هوك هذا نوع البصل يجي. راح نزيد البصل، ودورك راني درت البصل وراح نديرهم فوق القدرة تاع ما درت الماء يغلي. وبيان سور كي نشوفهم يحبطوا شويه بداو يطيبوا راح نزيد البطاطا، راح نزيد واش تبقى، نزيد البطاطا والكورجيت. وبيان سور الطعام كي يطيبوا كامل البطاطا والكورجيت وهذا راح نديروا الطعام. وهنا بعد ما فار ببراي 15 دقيقه راح نزيدوا البطاطا والكورجيت. وبيان سور راح نبداو بالكورجيت، نبداو بالفلفل اللي نحطه هنايا، ومن بعد نزيد البطاطا. بلبل
بطاطا. بطاطا مازال هذا لا ماما هذا لا ماما تصمد ديريكت. انا البطاطا يجي ونزيد شويه فلفل عكري مغرفه فلفل عكري فوق البطاطا. كما تعرف الجوجة تطيب رابيد، راح نديروها في القدرة وكي نشوفوها طابت كامل راح نديرو راح نحيوها بيان سور ومن بعد ندير الكسكس ولا طعم كيف كيف. وهنا الكسكس حبيباتي كما قلت لكم انا راح نستخدم كيلو كيلو طعم، وانتم على حسب المقادير اللي استخدمتوها. وبيان سور راح نقول لكم باللي راح نفورو فورة واحدة برك، ما نديروش الفورة الثانية. هذا هو الأساس في هذه الوصفة. راح نخدم كان تدوس فور كان يون فريد ماشي سيني فريدن، راح نفوروه مرة واحدة فقط. وراح نزيد شويه ملح ندير بيدي حسب الحاجه الملح حسب الحاجه الملح اكيد حمج مثل الملح. وبيان سور ما كيش طاحت الشمس صافية تسقسي حسيني راه ميجها سانو ما يجها لا ما خصها سانو ما خصها راه سانو. درت طعم الفول وكي يوجد راح نخلطهم مع بعض. وهنا بعد ما فار الطعام راح نفرغه هنايا. وبيان سور انايا نحت شويه من الخضره شويه نحت شويه خفت الى ما يكفينيش هذا الطعام. دوكا راح نخلطو. وهنا خياتي بعد ما طابت الخضره فرغتها في الجفنه كما تشوفوا وزدت لها الملح، وانا كما العاده والعوايد نسيت فلفل الكحل. تقدروا حبيباتي تزود لها شويه فلفل الكحل حتى كملت التصوير فكرتني ما به. وبغيت نوضح لكم حاجه على الطعام، بالك تفوروه زوج خطرات على خاطر راح يتعجن لكم مع الخضره. شغل الخضره شغل الخضره تطلق الماء وراح يتعجن لكم، وانا ننصحكم ما تفوروش المره الثانيه. وبيسرح نزيد زيت الزيتون. الى هنا لحقنا لافان تاع لا فيديو. ننصحكم خياتي تجربوها وصفه طبيعيه صحيه صيفيه وسهله وسريعه التحضير بمكونات متوفره في كل البيوت الجزائريه. وراح نخليكم مع الصور. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم ما عجبتكم وعجبناكم شويه والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش باللايك وابوني وتشجعوني في التعليقات. هي في حذية كنت جاذي لهنا كنت جاذي ثلويث اول يثكون تمثم مثل الهضره معكم كي العسل. الا فيديو نظن ان شاء الله يتم ثلاغاس ابوني كود لايك
تنمية نخوت، مع السلامة.